مستمعينا طبعا مهرجان تراث الشعوب بمشاركة 110 أسر منتجة وكمان 15 جالية قدموا كثير من المنتجات اليدوية ولمحات من ثقافات بلدانهم وكمان الحضارات العريقة. ضيف الآن الأستاذ أحمد حماد الشمري عضو اللجنة المنظمة. أسعد الله صباحك بالخير ويا هلا وسهلا فيك. صباح الخير وحيي المستمعين ومستمعة الكريمات. حياك الله أستاذ أحمد. بداية حدثنا عن أهداف هالمهرجان اللي هو تراث الشعوب. حياكم الله، أشكر لكم هذه الاستضافة. الهيئة الملكية بالجبيل يأتي هذا مهرجان تراث الشعوب، هو امتداد المهرجانات السابقة في المدينة، والهيئة الملكية حريصة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية منذ 40 سنة. احنا في مهرجان تراث الشعوب حريصين على تحقيق رؤية الهيئة الملكية في إرساء مفاهيم تطبيقية لتنمية المجتمع وتمكين الأفراد من تحقيق أهدافهم. حرصنا في هذا المهرجان على دعم وتشجيع الأسر المنتجة، عندنا تقريبا 150 أسرة منتجة مشاركة معنا في المهرجان، وأيضا من أهداف المهرجان هو تجسيد روح التواصل والانفتاح على الثقافات العالمية واطلاع زوارنا وساكني المدينة على هذه الحضارات العريقة الموجودة. أيضا هو يأتي هذا المهرجان لدعم الصناعة، صناعة السياحة في المملكة العربية السعودية. هذا المهرجان هو إحدى أربع مهرجانات للهيئة الملكية تقام هذا العام، مهرجان تراث الشعوب، ثم بعدها راح يكون هناك في مهرجان مخصص للشباب، ثم بعدها مهرجان للمعرفة والإبداع، ونختم إن شاء الله عام 1437 بمؤتمر العمل التطوعي. ما شاء الله. طب شو البرامج الفعاليات على مسرح الشعوب نفسه أستاذي؟ الحقيقة حنا حرصنا على أن نقدم برامج نوعية وجديدة، حرصنا أن يكون هناك فيه احترافية في بعض البرامج. قدم في أول البرامج تضامنا مع رعد الشمال، كان هناك في أوبريت وملحمة وطنية شارك فيها جمهورنا وشارك فيها عدد من زوار المهرجان. أيضا كان هناك عدة فلكور وألوان شعبية قدمت من عدد من الجاليات المشاركة، بالإضافة إلى هناك مسرحيات ومسابقات وسحبات وفرق ترفيهية وعروض كثيرة ساهمت حتى أنه وصلنا ولله الحمد في يوم السادس إلى أكثر من 159 ألف زائر حتى الساعة 10 مساء. ممتازة جدا، نتمنى لكم أكيد التوفيق. أستاذ أحمد، كلمة أخيرة تبي تقولها عبر منبر إذاعة يوف أم، تفضل. حنا نشكر لكم الاستضافة هذه، ونتمنى أن يكون هذا المهرجان إضافة للمهرجانات المقامة في المملكة العربية السعودية. ممتاز، أشكرك جزيلا أستاذ أحمد حماد الشمري عضو اللجنة المنظمة، تحدثنا عن مهرجان تراث الشعوب.